المشاهدين المشاهدين أنا المدير ويا عسى ربي يعين. هو المدير ويا عسى بس 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 يلا ترانا يا جماعة جاهزين. الحب والتقدير يجمعنا سوا. إي والله الحب والتقدير يجمعنا سوا. عندنا لكم هذه السنة يا مشاهدين. جيناكم جيناكم ثواني ونطلع سوا على الهوى. بس 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 خلاص عاد خلاص خلاص يلا يلا فصلك 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 شيء هو اللي ده احنا عطول لكن لازم يكون يد خبر عاجل خبر عاجل خبر عاجل خير خبر عاجل خير حقيبه الكتروني وصل الحين وصل داخل اداره حقيقي؟ ايه ايه انا يروح يشوف يشوف مبروك مبروك يا شباب مبروك وصلت شيخ فرحان فرحان انت مبروك مبروك وصلت الله اكبر الله اكبر وصلت الله الله يعطيكم خير ويكفيكم شرها ايه بس ان شاء الله ان شاء الله بس ما ما ما, ما, ما تهند بس اللهم امين الله يعطيكم خيرها ويكفيكم شرها ما نبيها احنا مبروك احنا بس السلام عليكم عليكم السلام, السلام. شو فيكم شو صاير لكم شو السالفه السالفه إيه؟ يعني علي حبيبه شو بعد السالفه بعد هذا بعد من جهودك يا استاذ زينه هذه بالحقيبه الالكترونيه هذه انا اسف يا الربع صدقوني انا اسف كل اللي علي سويته وهم قالوا باذن الله اذا جاء شيء بيرسلونها على طول ابد اذا جت الحقيبه عطوا بيرسلونها بالعكس يا استاذ لقد وصلت الحقيبه الالكترونيه هذه طبعا من جهودك العظيمه شكرا يا شيخ شكرا وصلت اي نعم الحمد لله اذا الحمد لله اتصالاتي جابت مفعول قوي الحمد لله الحمد لا والله انا اللي بعرف يعني انت تبيها ولا ما تبيها ابيها وما ابيها وبعدين يا ربع يعني شلون المفروض يعلموني المفروض يقولون لي تراها بتيجي الحقيبه بس غريبه على كل على كل مبروكين مبروكين يا شباب مبروكين بابا بابا هذه حقيبه الكتروني وصل بعد في نفر كبير متين يجي مع حقيبه ربيع ما في ربيع هذا نفر اسم بكر بكر يجي سوا مع حقيبه بكر بكر يلا يلا ابتسموا يلا ابتسموا كلكم يلا ابغى ابتسامه اكبر انشرحوا ارتاحوا يلا يلا شباب ابغى فتحوا اثاميكم نس يعني مو بضحك شوي 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 يلا 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 يا الله لا 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 مبتسمين وش السالفة أكيد أكيد عرفت بالمفاجأة طبعا أستاذ البركة في قلام وكانت الأنباء هو اللي زودني بالأخبار والنيوز بعد ما تبي شيء معلش ما دام من هالمفاجأة راحت أجل عندي مفاجأة ثانية كنس الحقيبة؟ لا 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 كنس الحقيبة لا لا يا حبيبي الحقيبة الإلكترونية بتوزع في الحصة الثانية يعني يعني يا أستاذ يعني خلاص يعني شنطتي هذه بتاخذونها؟ راحت يا سلام راحت في خبر كان ما عاد بنا شايفين ولا عاد شامين ريحتها نهائي ابتسم 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 يا حبيبي ابتسم وتعال انت يا استاذ بشير تعال قرب عندي قرب عندي سؤالي سؤالي اللي يعني الالكتروني من اخترع نظام ويندوز ها اسئلتنا المره ذي شوي شوي فيها ها فيها قوه لكن انتم قدها وقدود من اخترع نظام ويندوز أحمد السلام عليكم عليكم السلام وإن شاء الله صيام مقبول وذم مغفور إن شاء الله منا ومنك يلا حبيبي إن شاء الله بالقد يا سلام عليك يا أبو حميد الحقيقة على طول مرة عطيتناها شكرا لك ثلاث ألاف ثلاث ألاف ألف مبروك ألف مبروك شفتوا شلون؟ سد سمي أبوي عندي سد سؤال ما احب احد يسال وهو كذا حزين اليوم المفروض كلنا نضحك اي اي عطنا عرضها عرضها اي حبيبي اسال طبعا طبعا انت استاذ اللي راح تدرسنا اياها استاذ صح لا برضه تنك شاد على الابتسام شوي ارخي شوي اي لا الحقيقه انا ماني في اللي
مدرسكم هذا الحقيبة الاقتصادية. ساد ساد احنا ما نفهم الا منك ساد. يا حبيبي انا معلوماتي بسيطه جدا في الـ في الـ في, الـ في الالكترونيات، وانا ودي والله ادرسكم، ما ودي افارقكم، لكن الشكوى على الله. جبنا مدرس متخصص وسيء صدر بتفهمون منه، اسمه بكر. يعني مدرس الكتروني؟ حاضرين كلكم؟ اي نعم. اخاف احد غايب ولا شيء؟ لا كلنا موجودين. كل الحقائب معكم؟ اي نعم. انتم اللي ورا حقائب معكم؟ اي نعم. يعطيك العافيه. يلا 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 بالدور بالدور، تعال رامي. يلا رامي، يلا رامي رامي تعال. انتم خليكم وقفوا. تفضل. شكرا. انت استاذ بكر؟ نعم. اي نعم. ممكن سؤال؟ تفضل. البرامج مجانيه ام؟ مجانيه. شكرا شكرا. يعطيك العافيه. يلا اللي بعده اللي بعده. يلا يا غلام. غلام غلام تعال. حقيبة. وين شنطك؟ هذه مالنا. ايه نعم ما 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 حقيبة. عطى عطى عطى. يستاهل يستاهل. ايش تسوي انت؟ الصورة تصور به، مو يصور برا. الحين فكرنا بنصورك. الله ما يرسلك. بس السؤال بابا الحين هذا وين كتالوج مال هذا عشان معلوم كيف تسوي تصليح؟ يا اخي دي حقيبة الكترونية الكترونية. كتالوج كل شيء جواه داخل؟ جوا جوا. ايوه اوكي. استريح استريح حبيبي استريح. اللي بعده اللي بعده تعال يا تعال يا شميه مشندد. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا واحد منكم واحد منكم تفضل. لا 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 ابدا. لا لا انت لا لا انت 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 لا لا انت 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 اسمن مني. لا انت عزم. لا لا ما اشربها قبلك. عزيمه هي قهوة ذبيحه هي. تفضلوا خذ خذ حكيمتك. يلا يلا واحد منكم امشي. ايش فيك خايف انت بيطعمونكم؟ استلام وتسليم. يلا يلا حبيبي يلا سلم. سلام. اقول سلم الشنطه. سلم الشنطه. شنطة بس؟ إيه خلها. يلا شنطتي شنطتي. تفضل. سلام. الحقيبة الإلكترونية. إيه استلم. الله ساد. تعرف ساد أنا المشكلة عارف يعني وزارة إلكترونية مجلة إلكترونية بس أول مرة أشوف استاذ إلكتروني. دي الحقيبة الإلكترونية. أنت دلوقتي أصبحت طالب إلكتروني. سلام. يا سلام. يلا يلا حبيبي. يلا يا الكتروني. يلا يلا. ايوه ايوه ممتاز ممتاز. يعطيك العافيه. يلا اللي بعده اللي بعده. يلا يا شميمي شندل. شميمي اوه شميمي تعال تفضل تفضل تفضل. يلا استلم استلم الشنطه الشنطه. الله يعين الله يعين. هذه لازقه فيه من سنين من سنين من يوم الناس عينه علي. يلا 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 يلا. تكفى شكرا. خلنا ودعها. الله يخليك. خذ ودع. يلا مع السلامة ارحلي يا الحبيب. مع السلامة ارحلي يا الحقيبة. يا اللي على ظهري دايم قريبة. خلاص 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 حزنتني انت. تفضل تفضل. عامل ابن الملوح عايز ابكي على الاطلال. شعر تفضل. هاو حقيبة الكترونية اكتب فيها شعر. هذه كل الشعر اللي بتقوله ده على الاطلال موجود هنا. شكرا شكرا. استريح استريح مكانك مكانك. يلا يا يلا مشندر. يلا يلا مشندر. يلا مشندر مشندر انت مشندر انت ما عاد فيه الا انت. خلاص كلهم سلموا. وش فيك انت الله يهديك. يلا يا ابوي يلا استلم استلم سلم واستلم. يلا 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 فكها 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 فكها. يلا 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 استاذ. إيه؟ نعم استاذ. عندي طلب استاذ. تفضل. هاي الشنطة عزيزة علي استاذ. ليش ما تخلوني عندي وعطوني هذا حقيبتكم الكتروني واحد هذا اخر. ما بينفع ما بينفع. دي خلاص انتهت زمانه ولا دي الحقيبة اللي انت محتاجها. زين يا استاذ وين بقايا المواد استاذ؟ مواد جوا هنا. مواد مواد شنو؟ مواد يعني مواد يعني دفتر الرياضيات دفتر العلوم دفتر الجغرافيا. كله هنا كله هنا. كلها هنا كلها داخل. ايوه زين. وين وين مكا وين اكلي؟ اكلك؟ وين حط لك؟ جوا جوا اكلك هناك في البيت. اكلك شنو اكلك؟ ده هنا كل المواد هنا. دي الحقيبه الالكترونيه. ما في اكل بالحلال هذه كنت. خلاص خلاص خلاص. يلا يلا استلم استلم. زين استاذ يعني الشارج وين؟ الشارج الشارج جوا جوا جوا. زين الاكل وين؟ حول ولا قوه. ليه وحاق ليه وحاق يقول لك ريحتها كلها مطبخ. انت شايل بوفيه متحرك ولا شو؟ ده شنو ده؟
لا لا هذه خلاص ارميها تفضل. يلا 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 خلاص. ايوه يلا 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 استنى 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 يعطيك بالعافيه استاذ. نعم استاذ. نعم نعم خالصين. انا استاذ يوم شفت هذول استاذ لقيتهم كلهم نفس اللون نفس ذا. انا عاد خايف تعرف خايف اني اضيع وانسى شنطتي الالكترونيه واخذ شنطه واحد ثاني الكترونيه فايش اسوي استاذ؟ ده حيكون فيه بياناتك انت حتى صورك حتكون موجوده هنا كل شيء حيكون موجود. طيب استاذ ليش ما يكون اسهل انقش اسمي على 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 هنا على القزازه دي تنقش اسمك على الرمل على الموج على الشجر هنا بتسجل اسمك تسجل كل بياناتك هنا بتسجلها وانا حشرح لكم كل حاجه بالتفصيل في الصف مدرس الكتروني. يلا يلا انت دلوقتي اصبحت الطالب الالكتروني. يلا تفضل استنى 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 يعطيكم العافيه استاذ. يا اخوان خلاص 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 نبقى خالصين بالطريقه هذه خلاص 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 انت الحين مره انت هذا طلابك وانت اللي عاد المسؤول عنهم وانا عندي سؤال. نعم عندي سؤال الحقيقه سؤالي خطير. سؤالي انا؟ لا لا وين انت انت ما شاء الله انت ما شاء الله عندك المعلومات يعني لكن انا عندي سؤال مهم وخطير لاخواننا مشاهدينا الكرام. سؤالي يقول مع بدء تنفيذ مشروع الحقيبه الالكترونيه في قطر ما هو عدد المدارس التي تم توزيع الحقيبة الإلكترونية لها في المرحلة الأولى فقط؟ أخوي حمد قصر على التلفزيون شوي لو سمحت يا أخوي حمد. أيوة واضح السؤال ولا أعيده لك ولا إن شاء الله بتجاوب على طول؟ في اختيارات سم؟ في اختيارات ما اسمعك اختيارات يقول السؤال لو سمحت. لا هذا السؤال. طيب 10 مدارس 11 مدرسة 14 مدرسة 10 مدارس صح. يا سلام عليك يا احمد 3000 ريال ألف مبروك يا اخوي حمد. وانتم يا حبايبي الاستاذ بكر عندكم على طول ها اي معلومه اي استفسار في الفصل ان شاء الله تجون هناك في الفصل يعلمكم بها كل شيء. واسمعوني زين اياني وياكم في الحصه الجايه ما اشوف الحقيبه الالكترونيه معكم فاهمين فاهمين. شلون هذه الحين؟ هاي شلون هذه الشغل؟ أنا بسميها الورقة الإلكترونية أنا ما فاهم فيها شيء. طيب اصبر اصبر بس شوي يجي بكر ويشرح لنا كل شيء. يا جماعة إذا أتتكم رسالة من مجهول لا تفتحونها يمكن أن يكون بها باي فيروس ويصيب جهازكم. نعم مسندر مسندر تعال شوف 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 جهازي فيه حراره مسخن ما ادري فيه فايروس ما ادري ايش بلاه مسخن. ابعد ابعد عني ابعد لا تقرب عن جهازي يمكن خاف ان جهازك مريض ثم يعدي جهازي ابعده ابعد عني تسلى هذه تبي تورطني بعد انت هذا هذا مشكله ولا هذا تفضل تفضل استاذ بكر. شكرا شكرا قيام دوت كوم جلوس دوت كوم ويلكم يعطيكم العافيه. ثانك يو. طبعا الان بداوا يتعلمون على مصطلحات التقنيه يعني شو سمعت كلمه دوت كوم يعني الطلاب الحقيقه هذا هو الاستاذ بكر وانا الحقيقه انا يعني ارحب بك في مدرستنا ويا ليت يا استاذ بكر تبدا معهم من الصفر. من الصفر احنا من الصفر. اي والله اي والله نعم. ليش؟ لان معلوماتهم في التقنيه وهالمعلومات صفر. وأطلب منك طلب ثاني لو كثرت عليك يا حبيبي ودي اجلس علشان استفيد والله الصراحه يعني. لا ده شرف كبير وانا احب اي انسان يستزيد من العلم. تفضل 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 يعطيك العافيه. السلام عليكم ربنا يديكم العافيه. عليكم السلام مرحبا استاذ. اهلا وسهلا ونحن حندخل عالم التكنولوجيا ده عالم متطور ولابد انه نواكب التطور عشان ندخل الحضاره الحقيقيه the real civilization فاهمين؟
فاهمين فاهمين بس استاذ سام هذا الكلام كلام كبير يعني وضح وضح لو سمحت حوضح الحقيبه الالكترونيه حاجه سهله جدا سهله والتعامل معها سهل جدا حتفتح لك ابواب غير محدوده وهي شغلانه بسيطه تدوس على زر بتاتش لمسه تاتش بعدين تسحب بس استاذ انت معانا دائما انا معاكم هنا لو في اي سؤال انا موجود في المكتب الجواب استاذ استاذ عندي سؤال يشرفنا انك انت مقيم عندنا هنا استاذ شكرا السؤال ها السؤال يشرفنا انك انت مقيم عندنا هنا استاذ ايوه دي سمعتها ما انت قلت عندك سؤال وين السؤال فاهمين لا معلش فاهمين صح الحقيقه يا شباب في الحقيبه الالكترونيه ان احنا هنبدا من الاول كيف نفتح الحقيبه كيف نشتغل بيها وكيف نتعامل معها وبالمناسبه لو في اي حاجه انت طول الوقت ممكن تلاقوني وتسالوني وانا جاهز لاي سؤال استاذ 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 نعم استاذ لو سمحت استاذ استاذ يعني انا ما اعرف يعني شلون شغل هالبليه هذا بليه دي نعمه دي نعمه دي بتفتح افاق افاق رحبه بس من هنا من هنا تدوس هنا وين بابا وين بابا هنا هنا شاي هنا وين يعني هنا ايوه يعني كده تفتح معك وبعد كده تحرك شاي ايوه كده يعني نعم فاهمين 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 استاذ نعم المسألة مهم أنت شغيلة المسألة من هالشغل وش نسوي فيه؟ أول ما تفتح بتجد الغائمة تدخل في الغائمة بتلقى فيها الأدوات الواجبات الحضور والغياب وبعد كده بتقودك بدليل لحد ما تصل لنهاية البحث بتاعك عملية سهلة جدا جدا وإذا أي حاجة غلبتك أسأل زميلك ها؟ ساد هذا شو اسمه ساد؟ اسمه آيباد 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 بدينا اللهم طولك يا روح آيباد ها كويس وأنا كده حطمئن عليكم إنكم أنتوا تتعرفوا على الجهاز وحاكون قريب لو في أي حاجة أزل بابا نعم بابا نعم هذا كيف هذا كهرباء ولا بطارية ده إلكتروني إلكتروني الاثنين بيشتغلوا الاثنين اثنين ايوه الاثنين بيشتغلوا سبحان الله اوكي اوكي لا يلا خلاص فاهمين 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 سد 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 بس يا جماعه بس شغلكم استاذ بكر عندكم هو طاير وين بيروحوا عندكم هنا في غرفه المدرسين على طول بس استاذ سد خلاص اركضوا المعلومات كلها بتجيكم ودي اسال سؤال انا انت يا استاذ لا 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 سؤال مو لك نعم سؤال المشاهدين الكرام جدا تفضل اي والله بس ودي تكون جنبي علشان تصحح لي معلوماتي يعني نعم سؤال اي واحد انا استاذ كريم ما هما اول مدرستين دخل عليهم نظام المدرسه الحقيبه الالكترونيه في قطر طبعا اول مدرستين دخل عليهم نظام الحقيبة الإلكترونية في قطر عندنا كريمة أختي كريمة السلام عليكم هلا والله أيوة سؤالنا واضح ولا نعيده أعيد السؤال لو سمحت السؤال أعيد لك أول مدرستين دخل عليهم نظام الحقيبة الإلكترونية في قطر وعلشان أقربها لك مدرسة للبنين ومدرسة للبنات أعطيني احتمالات والله ما فيها لو أعطي احتمالات ذكرنا الاسم يعني أعتقد أن هذه المعلومة لازم تكون موجودة يعني السنة هذه حصلت في مدرسة للبنين ومدرسة للبنات حولك شيء؟ كريمة معانا الاستقلال؟ مدرسة الاستقلال؟ لا والله لا خطأ يا كريمة نشوف اتصال ثاني ابتسام عليكم. ابتسام يعطيك العافية الله يعافيك كل عام وانتم بخير يا ابتسام وانتم بصحة وسلامة مبروكم عليكم شهر رمضان الله يبارك فيك وأيامك وإن شاء الله صيام مقبول مدرسة شو أقول لك أعطي احتمالات لو سمحت
مشكلتنا يا زي هنا هذه في السؤال هذا ما يحتمل احتمالات، يعني مشكلتنا ان هذا السؤال ما يحتمل. مدرسة البيان؟ اي في وحده للبنات وواحده للذعاط على الاقل. مدرسة البيان هو لا 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 مو البيان. عاتكة؟ او المنار؟ ولا عاتكة والمنار؟ ولا لا لا الى الان ما المتصل الثالث يبدو السؤال هذا صعب شوي. اخوي محمد المتصل الثالث. قصر قصر شوي، قصر على التلفزيون شوي. الخطاب والبيان قول عمر. الخطاب والبيان. لا 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 عندنا مدرسة زينب للبنات، خلاص على جد. نبي الآن مدرسة الأولاد. يلا من منكم من سعيد الحظ اللي بياخذ 3000 فقط مدرسة الأولاد. ألو السلام عليكم. انقطع الخط. يلا مدرسة الأولاد فقط، البنات مدرسة زينب للبنات. آمنة من الناصرية. من الناصرية ونعم. يلا ألو. يا هلا أختي آمنة. يا هلا. المدرسة للأولاد من هي؟ مدرسة مطمر، مدرسة قطر المستقلة. لا لا هو أبا أقربها. ابن إيش؟ أبن الخطاب. ابن خلدون. يا سلام عليك يا سلام عليك. ها؟ ابن خلدون. ابن خلدون خلاص جاتك الإجابة. يعطيك العافية. يعطيك العافية. يلا 3000 و1000 مبروك. تستاهل تستاهل خلاص يعني حقيقة طول السؤال. هذا هذا ابن خلدون. ايش رايكم؟ ما شاء الله ما شاء الله استاذ، ما شاء الله استاذ. جاهزين شباب. زي ما قلنا الحقيبه الالكترونيه سهله جدا جدا، واي سؤال عايزينه انا حجاوب عليه وانا موجود. خليكم تتعرفوا على الاجهزه بتاعتكم ونتقابل بعدين. استاذ ايوه استاذ. انا عندي حتى انت يا مرزوق. لا لا عندي هذه في اشاره، في رساله الحين. ايوه رساله تفتحها من هنا. تفتحها تفتح من هنا الرساله. اي والله شلون تعرف هنا الرساله؟ هي رساله جاتك. رساله بتقول انا بتصل عليك وانت قافل الجهاز، الوعد لما ترجع البيت. ام فيصل. مين ام فيصل؟ هات 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 هذه زوجتي الله يفشلك. يا شباب اي ايميل يجيك من حته ما بتعرفها من وين تعمل له ديليت. فاهمين؟ فاهمين. بس يا استاذ استاذ يعني الديليت يعني شنو ديليت؟ ايش يعني قلت فاهمين؟ فاهمين. بس الديليت يعني ما يعني ما ديليت يعني تمسحه، تشيله، تمسحه من الوجود، تمسحه من الشاشه. يعني محيت لي يعني. بس ديليت يعني المحايه بتاعت الجهاز بتاعك. بسيطة ديليت. اوكي. يا بابا يعني هذا سمسم تنظيف. ايوه. اي نفر يبي يسوي ديليت جيب جهاز انا اسوي تنظيف. جميل جدا. اي جهاز انا اسوي تنظيف. اسمع حاجه ثانيه، الجهاز ده السعه بتاعته 10 جيجا. استاذ. نعم. يعني ال 10 جيجا بهذه هي الجوبه اللي بالحقيبه؟ تقريبا هي كده. ده كلام جميل ما شاء الله. كده انا اطمنيت انكم انتم بتعرفوا الجهاز بتاعكم وممكن تتعرفوا عليه اكتر، ولو في اي حاجه اسالوا زمايلكم اللي بيعرف. اوكي ماشي. طيب. يا استاذ نعم استاذ. نعم استاذ. نعم استاذ. نعم الشميمي عنده سؤال استاذ ولازم تجاوب عليه. انا وانت في جمعيه التطوع ولا المحامي بتاعه؟ لا عشان بس عنده سؤال. يا استاذ نعم. عندنا الجهاز هذا. ايوه اللي بغينا نعلي على الصوت ولا نوطي عليه شلون؟ من هنا. سؤال جميل. سؤال قوي. من هنا من هنا شايفين؟ من هنا تدوس تعلي وتوطي من هنا. بس طيب استاذ اذا الجهاز مقلوب شلون اوطي وشلون اعلي؟ فاهمين. بابا شنو بابا حضانه روضه بتاع الاطفال شنو بابا انا استاذ
استاذ ايوه استاذ هذا مالنا في خربان ماله ايباد خربان انا يسوي كذا صوره روح كذا سوي كذا صوره روح كذا سوي كذا صوره حداثه يا اخي ده تكنولوجيا تكنولوجيا لما تلف كذا ما لازم الصوره تلف دي برنامج تلقائي بيعمل كذا بيغير الصورة. يعني ممكن كذا عربي كذا انجليزي بس سؤال سؤال لا يا مشندر لا دخول واجبات ليس من هنا لا انت شهمك شهمك انت يا 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 رامي هذا قاصد سائل استاذ استاذ بكر قال لي تضغط على هالمربع هذا ابدا ابدا ليش الدخول من هنا خل خل لحظه لحظه خل النادي استاذ بكر يا نعم بل ما سرع بس والله انك سريع استاذ انت الكتروني سريع نعم. نعم فيه بس بسال يعني استاذ استاذ يعني يعني وين يعني الزر هذا مال الدخول على اسمه هذا البرامج واجبات هذا واجبات هنا شوف القائمة إيه؟ مدى التقدم إيه؟ الواجبات الحضور والغياب يس؟ الاختبارات يس؟ ودي طبعا انت ما حتصل خالص انت افهم الاول ده بعدين وصل الامتحانات ها خليك هيدي الواجبات يعني هذا الزر هذا مال الواجبات ايوه تدخل إيه؟ الواجبات اه زي استاذ استاذ ممكن زي وين الزر مال الواجبات مال الاكل واجبات الاكل وين واجبات الاكل دي في المطبخ بتاع بيتكم هناك هنا ده هنا هنا ده شوف لما تيجي تجيب واجبات تجيب معاك لما انت بتحل في الواجبات وبعدين دي اسمها واجبات مش وجبات خلي بالك هنا ركز ها يعني مو واجبات اكل ايوه شكرا يا شكرا لازم تضغط هنا ماذا قاعد اضغط شويش 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 شوي. قاعد اضغط ما جت لا 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 شوف شوف انت يبي هذا انترنت استاذ يقول مني ما يقول استاذ خلينا نسال استاذ بكر استاذ نعم نعم استاذ بكر نعم. الحين الحين اذا بغيت النت استاذ ها النت الحين وين اضغط ها وين اضغط حق النت اضغط شنو اضغط هذا انا اقول لك الحين اضغط شنو لا هذا. عشان تعمل شنو يعني عشان ادخل على تدخل وين؟ الانترنت استاذ الانترنت مالك وماله ها دخل الانترنت ليه ده عالم ما قدرك ده عالم مفسح دخل الانترنت تضغط شنو لا يعني وين اضغط عشان ادخل على الانترنت افرض علمتك تضغط هنا عشان تدخل الانترنت داخله ليه ده عالم واسع انت خليك في عالمك المحدود تضغط شنو اضغط اي يعني ليه عشان ادخل الانترنت مالك ومال الانترنت انت تجاوزت الحته اللي انت المفروض تعرفها في الجهاز ده تجاوزتها عشان تدخل تضغط بضغطكم الاثنين بخلي منكم كوره بضربها برا الصف ده بابا انت في زعلان؟ لا لا فرحان فرحان وعايز اطق من الفرح انت ولد ذكي ظاهر عليك شكرا ها ذكي التوقد طالع من عيونك ذكي يعني شايف زعلان طبعا كيف ما زعل اذا ده عايز اضغط عشان يدخل الانترنت انترنت شنو انت بتدخل لا بس انا اضغط يعني مالك وماله الانترنت داخله ليه سال نعم سال سؤال أيوة. سؤال يعني الحين انت استاذ يعني ما عندنا احنا شنطتنا اخذتوها عشان الاكل نحط فيها وهذا يعني الحين ممكن استاذ اصب العصير فيه واخليه يبرد بعدين اشربه ايوه جدا جدا تخليه يبرد كمان ثلاجه دي ثلاجه دي حقيبه الكترونيه اي سائل يدخل فيها بيبوظها دي ما وسع صدرك لا اوسع صدرك اذا انت شغال معهم كيف انت المفروض يدوك وسام انت عايش لحد دلوقتك اوسع صدرك يعني اعمل شنو يعني اوسع صدري اعمل شنو لا لا بس قصدي انا يعني ما تنفعل كثير لان الحقيقه انا جربت شوف راسي شيب منهم يعني لا 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 لازم شيب اذا ده واحد عايز يكب يعبي الايباد بديت معهم وده عايز يدخل الانترنت ده شبه انترنت عشان يدخل الانترنت انت بديت معهم من وين من فوق ولا من تحت الصفر افرض بديت معهم من ديل من تحت الصفر لا والله لا 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 ديل بعيد دي من الصفر ذاته بعيدين خالص فشلونا لا فشلونا لا والله وسع صدرك لا 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 ما وسع صدرك انا عندي سؤال عندي سؤال 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 لا لا مش لك لا لديل؟ لا لهم للجماهير لا للجماهير أزل الجماهير لكن ما تسألوا للمشاهدين الكرام مشاهدين قناة الريان حبايبنا تفضل نوجه السؤال لهم سؤالي يقول كم سعة الجيجا؟ ساد. الجيجا بايت ساد 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 الجيجا الواحد اينا ساد نعم عايز شنو عايز شنو؟ ايش تبغى؟ بجاوب على السؤال تجاوب شنو؟ على السؤال تجاوب شنو؟ على السؤال سأل أجاوب السؤال جاوب على السؤال سأل خليه يجاوب 5000 مني لو جاوب يلا جاوب يلا جاوب جاوب سد
ذبحت انت بقدر خلاص يا ابن الحلال جاوب يلا. فاهمين فاهمين. ما قلت لك ما هو ما احولك احد والله الشباب عندي اللي بيبرد سمودنا المشاهدين. السؤال يقول ما سعه الجيجا بايت الواحد؟ طبعا الجيجا بايت الواحد مية هميان. ايه هميان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحب. مرحبتين. الو يا هلا والله معاك معاك. هلا مبارك عليكم الشهر. الله يبارك في ايامك كلها بخير ان شاء الله وعشر طيبه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. بس السؤال الله يخليك مره ثانيه. السؤال يقول سعه الجيجا بايت بالنسبه للميجا بايت بالنسبه للجيجا الواحد بايت. ها الجيجا الواحد. الجيجا الواحد 1024. 1024 يا جماعه الخير. ها 1024 صح ولا صح؟ كم؟ 1024 طبعا الإجابة يا صحيح. 100% صحيح. إجابة صحيحة. هذا الأستاذ بكر يقول إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. ألف مبروك 3000 ريال. 3000 ريال لمنو؟ لا 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 طبعا مشاهدين. نعم نعم. لا 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 استاذ 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 نعم. سؤال 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 استاذ استاذ ايوه زين الحين استاذ وين الزر هذا مال من الزر هذا اللي يخلينا نخرج من البرنامج هذا؟ تخرج من البرنامج؟ ايه من هنا من هنا بتخرج من البرنامج. سات سات زي ما دخلت انا من هنا بخرج من هنا من هنا الخروج من هنا خروج نهائي وما فيه عوده. سات 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 نعم سات الحين سات الحين الحين هو شغال ده بس وش وش وشلون اطفي سات 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 هك شلون شلون اطفي سات دوس على الزر سات اي اي اي, أي زر سات الزر اللي دخلت منه اي واحد سات انا ده ده, ده, ده وين ده 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 ده, ده. مشاهدين مشاهدين انا المدير ويا عسى ربي يعين هو المدير ويا بس 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 بلكن يلا احترانا يا جماعه جاهزين الحب والتقدير يجمعنا سوا اي والله الحب والتقدير يجمعنا سوا احنا لكم هذه السنه يا مشاهدين جيناكم جيناكم بس 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 خلاص عاد خلاص خلاص يلا يلا فصلك فصلك فصلك